شايف انه الموضوع ده قابل انه يتداركه موسيماني؟ هل الاهلي الموسم ده قادر على استعاده اللقب؟ هو لقب محبب جدا عند كل الجماهير، وانت سيدي عارفين طبعا بحكم يعني موقع حضرتك، انت عارف كويس ان الاهلاويه يعني بالنسبه له ان شاء الله لو خدت بص يعني مونديال ال 10 وال 11 بس الدوري ليه محبه ومعزه خاصه عند الاهلاويه. لا قادر، لان هو في النهايه زي ما قلت لحضرتك عنده خلي بالك في جزئيه حصلت في كاس العالم للانديه الاخيره، ان الناس كلها كانت بتتجه ان موسيماني مش ما يكملش مع النادي الاهلي، فالاتجاه يعني في جمهور خلي بالك جمهور غريب شويه يعني انت يعني ايه هو ربما ما يكونش جمهور خاص بالاهلي، احنا عارفين برضو الكلام لا 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 في معلش يا استاذ عبد المنعم في وفي وفي ناس برضو ما لهاش علاقه بالاهلي وبتحب ان هي تروج هذه المواضيع. خليني اقول لك على جزئيه مهمه. اتفضل. جمهور الاهلي لما يتكلم على المدير الفني سواء سلبا او ايجابا من مصلحته بيتكلم على مش هدم، مجرد ان الفرقه بتاعته تسير في الطريق المعقول. ليه؟ لان موسيماني تركيزه الاساسي كان على البطولات، لكن الاداء ما كانش يعني هم الجمهور الاهلي شايف ان الاداء نفسه لم يكن على المستوى اللائق والمطلوب. هو بس هو متفاهم الاسباب ايه برضو مع صعيد التاني. الجمهور بصي الجمهور عايز مباراه عالميه وتنتهي بالفوز. صح. جمهور مصر كده تحديدا، يعني الجمهور المصري والمنطقه العربيه كلها المصري بشكل عام. بس بشكل ارجع اقول لك الاهلاويه برضو من ضمن عناصر خصوصيتهم واختلافهم عن مشجعي بقيه الفرق، الى جانب ان المركز الثاني بالنسبه لهم زيه زي الاخير، لو انت مش واخد البطوله يبقى ملهاش معنى كاهلاويه. ده طريقه تفكير الاهلاويه. في كمان زاويه ثانيه، فكره ان انت يعني لما بتيجي تلعب على بطوله بالشكل ده، يعني حاجه زي الدوري مثلا، مش وارد بالنسبه لهم ان انت في عباره كده بقينا نسمعها في الفتره الاخيره، اقول لك المباراه دي تكسب ولا تلعب. ده ما ياكلش مع الاهلاويه، هم عايزينها تلعب وتكسب، هم عايزين يشوفوا اداء ونتيجه. هو ده اللي انا بتكلم فيه. لكن ده عمر ما يحصل، يعني يعني شفت في اي فريق في العالم بيعمل ده؟ مستحيل. فرق كبيره جدا بيحصل لها كبوات وبترجع وبتروح مره ثانيه، وفرق كتير جدا بتخسر الدوري وعادي. والرياضه من الطبيعي انك تكسب وتخسر، تكسب على طول الدوام ده حاجه خارجه العاده وخارجه ولا حتى بلاي ستيشن. فمشكله كلها ان الجمهور جمهور الاهلي تحديدا معود نفسه على انه هو المكسب الدائم، التعادل بالنسبه له هو الاهلي هو اللي عوده. ما هو الاهلي هو عوده، لانه مش ده تاريخ، ده تاريخ البطولات. تبص على البطولات الدوري قد ايه والكاس قد ايه والافريقي قد ايه، فطبعا الجمهور يعني بيحب البطولات، فبالتالي انها مشغله عنده. ده شيء كويس جدا وصحي، وده بيدفع النادي الاهلي او يدفع مسؤول النادي الاهلي ان هم دايما بيفكروا في الصالح العام. صح. واختيار افضل العناصر اللي هي ممكن تؤدي ان الجمهور يبقى فرحان بفرقته. طب